اكتر مدرب اثر في حياتك؟ بصي، مش مجامله، بس انا اتعلمت من كل المدربين، بدايه من الكابتن محمد عزت، كابتن خميس، دكتور علي السعدني، كابتن عبد الحكيم فارس، كابتن محمود نبيل، كابتن شعبان يحيى الدسوقي، كابتن عماد الدين بهجت، كابتن محمد موسى، كابتن هاني محمود، كابتن عمرو الحنفي، يا رب اكون جبت كله، مش يعني عايز تنسى لان انا حد. بجد، لا انا اتعلمت من الكل، انا طبيعتي بحب اتعلم من كل اللي قدامي. حتى انا لما ابتديت الرياضه كنت بتفرج على زمايلي كلهم، اخد من ده، اخد الايجابيات وادور على الايجابيات واخدها، لان انا كنت يعني احنا لعبتنا الحمد لله على طول فيها عمالقه يعني، الحمد ودايما لله. متصدرين الرانك الدولي يعني. أول بطولة فزت بيها محلي ولا دولي؟ في حياتك؟ في حياتي كانت أول بطولة، كانت بطولة محافظات في إسماعيلية. دي كانت أول مشاركة أول ليك، مشاركة ليا، وعملت فيها ميدالية برونز. برونز. وكنت فرحان بالميدالية أوي ولابسها، مش عايز أقلعها، كانت بتتلعب في إسماعيلية. ورجعت، أول ما رجعت ونزلت من الأتوبيس بتاع النادي، قابلني واحد صاحبي قال لي أنت فرحان أول ميدالية كده ليه؟ ما إحنا عملنا زيك. فأنا ما فهمتش. ما فهمتش هو عايز يقول ايه، طب في ايه طيب؟ بس انا الحمد لله انا كنت محدد اهداف لنفسي. هو كان فاك يعني، هو كان قصده ان مش هيبقى احسن من كده، مش يعني هتطور، مش بالظبط، لكن انا محدد، يعني كنت زي ما بقول لحضرتك محدد اهداف لنفسي فضلت لابس الميدالية قد ايه؟ كتير. انا رحت بيها مثلا، قعدت فيها مع زمايلي في الشارع عندنا، كنت لسه ما اتجوزتش بقى، وقعدت بيها، كنت فرحان بيها جدا. وبطولة المحافظات دي كانت هي يعني على طول وشها حلو عليا، واسماعيليه بالاخص. وش الخير، افضل ارقامي بعملها هناك، وافضل بطولات بعملها هناك، بتتفائل ودخلت بيها المنتخب من من بطوله اسماعيليه محافظات، بس كانت في 2007 في اسماعيليه برضه. برضو، بتتفائل بمدينه الاسماعيليه. طيب خليني اسالك عن بطوله لا يمكن تنساها، حلوه ولا وحشه؟ ايا كان بقى ظروف تعرضت ليه، يعني بطوله حلوه جدا فانت مش قادر تنساها. لا، انا احلى بطوله في حياتي اولمبياد لندن 2012، وعملت فيها ذهب، بس هي غطت عليها شويه اولمبياد طوكيو، مع ان انا عملت برونز في طوكيو، لان طوكيو جت بعد معاناه واصابه في اولمبياد ريو دي جانيرو، وعمليه وسفر بره وفتره تاهيل طويله، فجت بعد معاناه. كانت قطع في وتر الكتف. كانت قبل يعني قبل الماتش بحاجات بسيطه، والحمد لله انا كنت رايح يعني ذهب لما حصلت مرتاح. لك الإصابة دي كنت حاسس إن ربنا هيلطف بيك وهتعدي، ولا قلقت؟ لا، هي كان الموضوع صعب، ان قبل الماتش مثلا ب5 ايام، والحمد لله رقمي يعمل لي ذهب مرتاح بفارق ما لا يقل عن 20 كيلو، يعني الحمد لله كنت بعمل 240، اللي عمل ذهب ب220، فكانت اللحظات صعبه يعني، مش عارف اقول. اختبار، اصل الاولمبياد دي بالنسبه للرياضيين، الالعاب الفرديه هي أهم بطولة في اهم حياتك بطوله، طبعا. هي اللي احنا يعني التورتايه بتاعت الالعاب، اللعبه بتاعتنا. ولكن الحمد لله الحمد كان لله جوايا يعني يقين ان ربنا، هو ربنا عامل دي مقدر لك اكيد الخير. لشيء ما، وربنا كرمني الحمد لله، وسافرت اتعالجت بره وعملت العمليه، وكانت الاصعب في الرجوع، ان الرجوع وانا يوم ما خرجت من العمليات كتبت استعداد، بدايه الاستعداد لطوكيو، يعني خدت الصوره كده وانا لسه خارج ودراعي ما يتعلق، وكتبت بدايه الاستعداد لطوكيو، كان جوايا هدف ان انا ارجع تاني. على الرغم ان احنا كنت يمكن تقريبا اول حد في لعبتنا يعمل عمليه في صعب. الكتف، طبعا. معروف ان عمليه في الكتف شكرا. تبقى مشكلة، ما انا عشان كده بقول لك. ولكن حظي بقى ان انا لما رجعت ودخلت اتاهل في المنتخب، مين بقى اللي كان ماسك المنتخب ساعتها؟ كابتن محمد عزت، اللي هو انا ابتديت معاه اول واحد. مدربك. فدي طبعا ادتني طمانينه، زائد المدرب كان معاه كابتن شعبان يحيى الدسوقي، وده مثلي الاعلى في اللعبه، زميلي في الغرفه من 2007 ل 2016، وبطل في 2016 هو، ودرب مسك المنتخب لحد اولمبياد طوكيو، ورجع لعب تاني. فهو فاطمنت. طبعا المدرب اللي انا ابتديت معاه وزميلي واللي انا بثق فيه ومثل الاعلى في اللعبه، وسالت المدرب، قلت له يا كابتن محمد انا وضعي معاك ايه في المنتخب؟ قال لي والله يا هاني، طول ما انت ماشي معايا كل شهر بتزيد حتى لو كيلو، انت موجود معايا لحد اولمبياد طوكيو، لان كان معايا منافس. رجعت بقى لقيت في حد في ميزاني، وكان منافس مش سهل يعني، كان كابتن متولي مطحنه يعني عالم من اعلام اللعبه طبعا.
قال لي ولكن لو حسيت ان مستواك ما بيتقدمش حتى لو كيلو واحد في الشهر هتبقى الامور أنا صعبه. انا اسف يعني هتبقى بره. قلت له خلاص وانا متفق على كده. والحمد لله ربنا كرمني ولعبت، كانت اول بطوله اللي هي لعبت بطوله افريقيا في الجزائر في 2018 عملت ميداليه ذهب، ولعبت بطوله كاس عالم بعد كده في دبي وعملت ذهب، ولعبت بطوله عالم في كازاخستان 2019 عملت ميداليه فضه، والحمد لله ربنا كرمني برونز في اولمبياد طوكيو الحمد لله. بطوله تعرضت للظلم فيها؟ في بطوله انا كنت رايح، كانت بطوله كاس عالم كانت في دبي اللي هي بطوله فزاع، ورايح الحمد لله يعني مظبطين انا المدرب، المحاولة الأولى إن شاء الله هنعمل بيها الذهب، الثانية هنكسر الرقم، الثالثة هنكسر الرقم. دخلت المحاولة الأولى الحمد لله عملت ذهب، المحاولة الثانية نزلت وزقيت عادي زقت وحطيت علقت البار، أبص ألاقي محاولة خطأ. دخلت المحاولة اللي بعديها مفيش حاجة فيها غلط. أنا خرجت المدرب بيقول لي حتى كان اللي ماسكنا الفترة دي كابتن محمد موسى. فبيقول لي هو في إيه؟ قلت له مش عارف. دخلت المحاولة الثالثة نفس القصة. فاحنا طبعا انا الحمد لله يعني انا ما ببصش للحكام او ما بعترضش على قراراتهم، ولكن انا في الماتش ده قمت الرئيسي الحكم الرئيسي رحت لافف له وانا لسه على البنج، ورحت بصيت له بصة كده بصة جامدة، ورحت قايم. راح جالي هو بعد الماتش راح نادالي قال لي انت كنت بتبص لي ليه؟ قلت له انت بتخطا لي، انت عمال تخطا لي وانا مش عارف الخطا ليه. فقعد قال لي الخطا كذا 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 من وجهه نظره بقى. بس حسيت بظلم فعلا ساعتها. يعني هو قال الخطا وانت ما اقتنعتش. ما كنتش مقتنع لان كل زمايلي اللي كانوا موجودين والمدرب شايفين الموضوع يعني ما فيهوش حاجه الموضوع، ولكن جبت ذهب في البطوله. لا جبت ذهب الحمد لله. ما انا كنت بقول لك احنا مخططين ذهب ونكسر كنت بتحلم بكسر الرقم. بس برضو رقم. يعني كسر الارقام بيبقى ليها لذه وطعم تاني للاعب، بيبقى انجاز للاعب يعني. كابتن هاني استاذنك خلينا نروح لفاصل، بعد الفاصل هختبر معلوماتك الفنيه والرياضيه والعامه اخبارها ايه. ربنا يستر. ربنا يستر.